تواصلنا يستمر مشاهدينا الأعزاء، واللقاء يتجدد بحضراتكم مع كل انطلاقة من انطلاقات صباحي هذا اليوم، حيث انطلق شوطنا السادس منذ لحظات، والخاص هنا أيضا بالأبكار الإذاع المهجنات الأصايل لجني أبناء القبائل المنطلقة في صباح هذا اليوم والمتنافسة من مسافة 6 كيلومترات، حيث انطلق هذا الشوط لننطلق مع الصدارة، مع البداية، مع المركز الأول وقيادة هذا الشوط وريادته. من تتقدم متعبة أحمد بن مطر بن محمد الرميذي يأتي على الصدارة ويتواجد على المقدمة ويعلن بتواجد متعبة على الصدارة، بينما المركز الثاني الوصول في هذه اللحظات من زاهية معضد بن سيف بن معضد المشغولي خذ المركز الثاني. المركز الثالث الوصول والحضور من خلال السولعية محمد بن شاهين بخلفات المزروعي خذ المركز الثالث. المركز الرابع الوصول من خلال تواجد وحضور هذه مرعبة علي بن يمعة بن علي برحمة الدرمكي خذ المركز الرابع. المركز الخامس هذه الواصلة وضوح غانم بن سعيد بن زايد المزروعي ياتي ايضا متقدما يقدم لنا وضوح مع المركز هنا ايضا الخامس، بينما المركز السادس الوصول في هذه اللحظات من اميال عوض بن نصيب بن عتيج السبوسي متقدما باميال مع المركز هنا ايضا السادس، بينما المركز السابع هذه الدانة خليفة بن عبد الله بن راشد بن مناخر الاكتبي متقدما يقدم لنا هذا الاسم مع المركز السابع. وفي المركز الثامن الواصلة هنا المتقدمة هقاوي مبارك بن شعبان بن عبيد العامري أيضا متقدما، وصلت سماء سلطان بن الحدي بن مصبح الاكتبي، وصل بو سيف أيضا متقدما يقدم لنا هذه الانطلاقة مع المركز الثامن. وفي المركز التاسع الواصلة بكل قوة ذيبة ناصر بن عبد الله بن عزيز الشريفي، وفي المركز العاشر الوصول في هذه اللحظات والقدوم والانضمام والحضور مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام بهذا الأداء وبهذا الإبداع الذي يأتي من خلال تواجد هذه الأسماء القوية المنطلقة الحاضرة بالأداء المتميز الشايبة والصغير بن سعيد بن سهيل العميمي. هذه النتيجة للعشر المراكز الأولى المتقدمة المنطلقة الحاضرة بالأداء والمنطلقة بهذه الانطلاقات الصباحية الجميلة التي تأتي بوجود سن الإذاع، سن الإبداع والإمتاع، العودة إلى الصدارة، العودة إلى المقدمة، العودة إلى بداية هذا الشوط، إلى المقدمة الأولى، إلى المسار الأول. هذه متعبة على الصدارة، متعبة على مقدمة الشوط، متعبة على مقدمة المسار، تتقدم على البداية الأولى وتنطلق على صدارة هذا الشوط. يقدمها أحمد بن مطر بن محمد الرميثي على الصدارة، على المقدمة، على البداية، على صدارة هذا الشوط، على المركز الأول بهذا الأداء المتميز وبهذا الإبداع الذي يظهر بوجود متعبة على الصدارة. بينما المركز الثاني نتابع زاهية معضد بن سيف بن معضد المشغوني متقدما حاضرا بهذا الاسم مع المركز الثاني. وفي المركز الثالث وضوح غانم بن سعيد بن زايد المزروعي يتقدم، أميال قادمة، عوض بن نصيب بن عتيج السبوسيات أيضا متقدما منطلقا حاضرا بهذا الأداء المتميز مع المركز الرابع. بينما المركز الخامس هذه الواصلة السولعية محمد بن شهير مخلفان المزروعي خذ المركز الخامس، بينما المركز السادس مرعبة علي بن يمعة بن علي برحمة الدرمكي متقدما منطلقا حاضرا بهذا الأداء مع المركز هنا أيضا السادس. وصل بن مناخر، وصل بن مناخر مع الدانة خليفة بن عبد الله بن راشد بن مناخر الاكتبي أيضا متقدما بهذا الاسم مع المركز هنا أيضا مشاهدين الأعزاء مع المركز السابع. بينما المركز الثامن نتأخر ونشوف، نتأخر ونشوف من القادمة من الواصلة هذه السماء يقدمها سلطان بن حدي بن مصبح الاكتبي، وأيضا وصول من شعارك يا المهيري متقدما مع عمار سالم بن عيد بالغبش العامري ياتي أيضا متقدما بعمار في هذه اللحظات. وصول من الشايبة الصغير بن سعيد بن سيل العميمي بدأ يتقدم ويقدم لنا هذا الاسم، وصول من الضبي الشطي بن سالم بالحبال الاكتبي، وأيضا الوصول من شعار بن بيشان بدأ يتقدم في هذه
هذه اللحظات وينضم في هذا المسار، ولكن شوف الشعارات الأخرى، تابع الأسماء القادمة، الشعارات المتقدمة المنطلقة الحاضرة بالأداء، الحاضرة بالتحدي، الحاضرة بالإبداع المميز الذي يأتي من خلال تواجد هذه الأسماء القوية المنطلقة في هذا الشوط. العودة إلى الصدارة، العودة إلى المقدمة، العودة إلى البداية، إلى صدارة هذا الشوط، العودة إلى المقدمة الأولى، إلى المسار الأول، إلى الإبداع الذي يأتي من خلال تواجد هذه الأسماء القوية المنطلقة في هذا الشوط. يا سلام، هنا الصدارة، الإبداع، التحدي، الانطلاق، هنا من خلال تواجد وحضور مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام، هنا من تتقدم على الصدارة وضوح 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 على البداية. غانم بن سعيد بن زايد المزروعي أيضا متقدما منطلقا بهذا الأداء، حاضرا بهذه الانطلاقة، على الصدارة، على المقدمة، على البداية الأولى، على المسار الذي يأتي من خلال تواجد هذه الأسماء القوية المنطلقة في هذا الشوط. بينما السبوسي مقدما لنا شعاره في هذه اللحظات من خلال تواجد وإبداع عميال عوض بن نصيب عتيق، السبوسي متقدما حاضرا بهذا الأداء بأميال. بينما متعبة أحمد بن مطر بن محمد الرميذي أيضا متقدما في هذه اللحظات منطلقا بهذا الأداء المتميز، حاضرا بهذه الانطلاقة مع المركز الثالث، المركز الرابع، المركز الرابع زاهية معضد بن سيب بن معضد المشغون أيضا حاضرا منطلقا بزاهية. وصل بن مناخر بالدانة خليفة بن عبد الله بن راشد بن مناخر الكتبي مقدما لنا شعاره، وأيضا برحمة قادما بمرعبة، علي بن يمعة برحمة الدرمكي يقدم لنا هذا الاسم، وصول وحضور من شعار العميمي بالشايبة الصير بن سعيد بن سيل العميمي، وشعار ايضا العامري بالغبش ايضا يتقدم، وهنالك بالحبالة وبحدي، والشعارات الاخرى القادمة، الكيلو الاخير دخلنا اجواء الكيلو يا مضمرين بقيادتنا ايضا، وضوح 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 على الصدارة، على المقدمة تتقدم وتنطلق على صدارة هذا الشوط، يقدمها غانم بن سعيد بن زايد المزروعي اميال مع المركز الثاني، يتابع بهذا الاداء وبهذه الانطلاقات عوض بن نصيب بن عتيق، السبوسي متعبة احمد بن مطر بن محمد الرميذي بدأ يغير المسار، ولكن برحمة ايضا قادمة الدرمكية، برحمة الدرمكية خذ المركز الثالث من عمق الميدان، ولكن العودة الى الصدارة، العودة الى المقدمة، العودة الى البداية، متعبة على الصدارة، متعبة على المقدمة، روح يا ابو فيصل، روح مع الابداع، روح مع التحدي، ولكن المزروع قادم، الامتار الاخيرة لمن ناموس هذا الشوط، متعبة ووضوح ومتعبة، ولكن متعبة صامدة مع البداية، منطلقة بهذا الاداء، احمد بن مطر بن محمد الرميذي، تسلم يمينك ابو فيصل، من قادها بالابداع، غانم الخميسي من رافقها بالانطلاق والتحدي الاخير، تسلم يمينك على الابداع. المركز الثاني وضوح، غانم بن سعيد بن زايد المزروعي، ثالثا شعارك برحمة الدرمكي، رابعا شعار بن مناخر، وفي المركز الخامس هنا كان مشاهدينا اعزاء الشرطي بسالم بالحبالة الكتبي مع الظبي. هذه النتيجة 9 دقائق 31 ثانية، متعبة احمد بن مطر بن محمد الرميذي، تسلم يمينك يا ابو فيصل.